حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى الف خير. اذا راكم متذكرين وتابعوني من مده، كنت سبق وصورت لكم فيديو عن جهاز العروس بصفه عامه او جهاز العروس الجزائريه بصفه خاصه، وكنت طلبت مني اني نحط لكم قائمه باساسيات المكياج سواء للمبتدئات او للعروس الجديده اللي باغي تجهز حقيبه مكياج كامله متكامله، وممكن تحتاج هذا المكياج بدون ما تاخذ مواد ما عندهاش فائده، ماهاش ضروريه باش تحط مكياج كما هذا او مكياج يومي يكون مرتب بشكل جميل الى اخره. سبقت وصورت هذا الفيديو في قناتي باللغه الفرنسيه من سنتين تقريبا، ولكن بعض الامور تغيرت، بعض المفاهيم تغيرت عندي، مش كل شيء، ولكن بعض المواد اللي جديده جربتها راني نستعملها اكثر من المواد اللي حكيت عليها. فكما نقولوا في الاعاده افاده، راح اليوم نحكي لكم على القناه باللغه العربيه البنات اللي تابعوني بالعربيه واش هما اساسيات المكياج بالنسبه لي انا اللي لازم مثلا ناخذهم معايا اذا مشيت في سفر. مش كل السفرات، يعني اذا مشيت في ويكند ما ناخذش كل هذه المواد اكيد، ولكن اذا مشيت مده طويله مثلا للجزائر نعرف بلي كاين سهرات، كاين افراح، كاين مكياج يومي، فاش واش هي الاساسيات اللي ضروري ناخذها معايا. وراح نحكي لكم على المواد اللي انا نفضل الاستعمال تاعها، على العلم انه عندي بشره مختلطه الى دهنيه. فراح نبدا الان. اول شيء راح نحكي لكم عليه بعد الترطيب، يعني مرحله الترطيب ما راحش نحكي عليها لانه راح نحكي لكم عليها في روتيني الصباحي. نحكي لكم على المواد اللي نستعملها في روتيني الصباحي باش نرطب البشره تاعي. راكم عارفين واش نستعمل في روتيني المسائي باش نرطب البشره اذا تابعتوني، اذا ما تابعتونيش نحط لكم الفيديو تاع روتيني المسائي في صندوق الوصف. بعد هاد المرحله اكيد 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 الشيء الاساسي اللي نقوم به هو اني نحط واقي من أشعة الشمس، حتى إذا ما كانتش كاينة الشمس أنا دائما نحط إكران توتال واقي من أشعة الشمس. هذا من فيشي إيديال سولي SPF 50، وهذا مراش ملون، يعني اللون تاعه أبيض عادي. دائما نحطه لأنه ممتاز البشرة المختلطة الى دهنية باش ما يوقع لكمش، ما يبقاش هذاك، ما تكونش فيه لمعة زائدة دهنية هكا، ما تحسوش بلي كاين دهن في الميك اب تاعكم. اذا كانت عندكم بشرة جافة ممكن تاخذوا الليوال من البشرة الجافة. فهذا راني نستعمله من وقت ما كنت حامل ببنتي سيرين، راح عندها 3 سنين ما شاء الله، ولحد الان ما مليتهش ومازالني نستعمله غير هو. بعد ما نحط كريم واقي من أشعة الشمس راح نمر للبرايمر، والبرايمر هذا بلا كاين بنات ما يعرفوش واش هو البرايمر. هذا البرايمر هذا مادة تحطوها على البشرة تاعكم اللي تخلي تجهز البشرة تاعكم لاستقبال كريم الأساس. يعني مثلا إذا كانت، يعني كاين برايمرز مختلفة، كاين برايمرز اللي يعطي لمعة، كاين برايمرز اللي يرجع البشرة تاعكم مات، كاين برايمرز لتصغير او تضييق شكل المسام اذا كانت عندكم مسامات واسعه. فانا نستعمل هذا من بينيفيت اسمه ذا بروفيشنال، كاين صغير وكاين الكبير. هذا يخلي البشره تاعكم مات، ما ترجعش دهنيه بعد يوم طويل وانتم حاطين المكياج، وكذلك ينقص بزاف. المهمه تاعه الاولى هو انه يصغر من حجم المسام، تقريبا يمحي المسامات اللي بارزه بزاف. انا عندي مسامات واسعه عن منطقه الانف او هنايا او هنا كذلك في هذه المنطقه ايضا. فنحط برايمر، ما نكذبش عليكم ما نحطش البرايمر يوميا، نحطه فقط اذا كان عندي تصوير مثلا، او اذا كنت مثلا غادي نقضي يوم طويل خارج البيت، او اذا رايحه لسهره مثلا، فنحط برايمر اكيد اكيد باش الفاونديشن تاعي ما يبقاش يسيل ويشد لي طول النهار. بعد البرايمر كريم الاساس اللي هو الفاونديشن، مرات نحط فاونديشن صراحه، ومرات نحط بيبي كريم. بيبي كريم، بيبي كريم اللي نستعملها هي من غارنييه، اللون تاعها فاتح وهي مناسبه للبشره الدهنيه مختلطه الى دهنيه ميكست اغراس. فهذه اللي نستعملها تقريبا بشكل يومي، ما نحطش فاونديشن كل يوم لان نحسها خفيفه على البشره، ونحس المسامات تاعي مرتاحه فيها،
وتعطي شكل طبيعي للمكياج. اما اذا بغيتوا كريم اساس اللي عندكم مثلا عندكم بزاف حبوب وبغيتوا تغطوا كل شيء، فننصحكم بهاد الفاونديشن من ماك. هذا انا نستعمله منذ سنوات وما نقدرش نستغنى عليه وما نبدلهش، مانيش ناويه ابدا نبدله او نجرب واحد اخر. يعني جربت من ميك اب فور ايفر، جربت هذا من ميك اب فور ايفر ايضا مليح، ولكن هذا ما كانش كيفاه من ماك. اذا كانت عندكم بشره مختلطه الى دهنيه، هو ستوديو فيكس فلويد اس بي اف 15، والرقم تاعه انا نستعمل ان سي 20، ان سي 25 الى ان سي 30 على حسب الفصل، على حسب المكياج تاعي، ممكن نخلط بين زوج مختلفين الى اخره. ولكن هذا هو الماركه اللي نستعملها، يجيب هذا الشكل. وكي تروحوا المحل ممكن تشرو هاد لابومب المضخه وحدها بسعر مانيش متذكره السعر، ولكن النصيحه اللي نعطيها لكم في الفاونديشن هو انكم تحطوا فلوس في الفاونديشن، لانه اذا ما كانش كريم الاساس تاعكم ناجح فالمكياج تاعكم ما يكونش ناجح. اذا بغيتوا تحصلوا على مكياج جميل لازم البشرة تاعكم تظهر بشكل مرتب، فلذلك ننصحكم انكم تحطوا فلوس على الفاونديشن، وانا ما نستغناش ابدا على هذا من ماك. الفاونديشن تاعي دائما نحطه بالبيوتي بلاندر، وبعد ما نحط الفاونديشن نجي نحط لانتي سيرن، يعني اللي الكريم اللي يخفي الهالات السوداء. انا نحط هذا الكونسيلر من ماك، وهذا الرقم تاعه NC20 برو لونج وير كونسيلر، يعني هذا ما تحس ما يسيل ما يهود، ما نحسهش يدخل لي في هذوك الخطوط اللي تحت العين ابدا، يبقى جميل ومرتب طول النهار حتى واذا كان الجو حار في الخارج. بعد ما نحط الفاونديشن والكونسيلر نجي نثبت الكونسيلر تاعي ببودرة من ماركت بان ناي اللي هي بانانا باودر. ممكن تلقوا بودرات مختلفة في كات فون دي، في لورا ميرسي، على حسب. انا هذه شريتها من موقع امريكي اذا راني متذكرة، نجي من امريكا، وصراحة كي نشري عبوة واحدة ما ندفعش رسوم جمارك، ولكن إذا خديتو أكثر أكيد أكيد راح يكون فيه رسوم إذا كنتو ساكنين في فرنسا أو بلجيكا. بالنسبة للدول أخرى ما نقدرش نقول لكم. هذه السعر تاعها مانيش متذكرة، ولكن هنحط لكم في صندوق الوصف الموقع اللي نشري منه أنا هاد البودرة. كما راكم تشوفوا هذه راني شريتها منذ سنوات، استعملت كل هاد الكمية ومازال باقي لي، مع العلم أني عطيت لأختي إلى آخره. وأنا باش نستعملها يعني ما نستعملهاش في هاد العبوة، نحطها في عبوة صغيرة كما هذه، كما تشوفوا علبة هذه صغيرة اللي نشروهم من براي مارك أو أي محل آخر، ممكن توجدوهم في إيما، في براي مارك، في زيمان، في ويبرا، ممكن توجدوا هاد العلب الصغيرة اللي خاصة بالسفر، نحطها فيها ونستعمل منها يوميا لتثبيت الكونسيلر تحت العين، ونثبت نحط المكياج تاعي يعني الفاونديشن والكونسيلر والمثبت تاع الكونسيلر نحطهم بالبيوتي بلندر. انا مانيش من الناس اللي يحطوا الفاونديشن بالفرشات، فننصحكم بالبيوتي بلندر، وحذاري تقليد البنات لانه انا سبق وجربت بيوتي بلندر من موقع علي اكسبرس، ما عنده حتى صله بالبيوتي بلندر الاصلي اللي يجي كما راكم تشوفوا، يعني تحسوها طري 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 وناعم جدا. اما البيوتي بلاندر اللي مشي اصلي تقليد اللي من يجي من المواقع الصينيه ما ننصحكمش به ابدا، ما يعطيش نفس النتيجه كي تحطوا الميك اب. بعد البيوتي بلاندر، بعد ما حطيت كريم الاساس، ممكن نضيف بودره لتثبيت كريم الاساس. انا دائما نستعمل هذه من ماك اللي هي ستوديو فيكس، اللي هي ستوديو فيكس، يعني نفس لاغام تاع الفاونديشن، ولكن هي بودره ونحطها بفرشات لازم تكون كبيره وناعمه. هذه الفرشات خديتها من ميك اب من سيفورا اللي هي من ماركت ميك اب فور ايفر بروفيشنال، الرقم تاعها 130 ويفي، يعني ناعمه بشكل رهيب، وتحط يعني هذوك الجزيئات تاع
تاع البودره تحطهم لكم في فوق البشره بصفه رهيبه وما تحسوش ابدا انه المكياج تاعكم كيكي او هاكم تحسوش كلي راكم حاطين الجبس فوقكم ابدا. نتيجه ممتازه. احنا كملنا مع البشره، راح نمر الان الى لون البشره. لون البشره مهم جدا، اذا حطيتوا فاونديشن وحده راح تحسوا انه الوجه تاعكم بارد وباهت ونقصته حراره ونقصه بعض اللون. كاين فرق بين الكونتور والبرونزر. البرونزر يعطيكم حراره للجسم، يعطيكم حراره للون الوجه، فضيف لكم واحد اللون، يعني اللون تاعكم ما يكونش باهت. اما الكونتورينغ فهو لتصحيح بعض العيوب في الوجه، مش عيوب، يعني كل واحدة فينا ربي خلقها بشكل كامل وممتاز ما شاء الله، ولكن بعض الاحيان نحسوا بلي خصنا شويه كونتورينغ بالنسبه للخدود باش نرفعوها شويه، او بالنسبه للدقن باش نصغروه شويه او باش نحدوه، بالنسبه للانف لتصغيره وتحديده الى اخره. فكاين بنات يبغوا يلعبوا بالكونتورينغ. ننصحكم اذا كنتم من محبي الكونتورينغ تستعملوا كونتور ستيك، هذا من بينيفيت اسمه اولى، يعني الكريمه تاعه رهيبه، يعني تحسوها تذوب كي الزبده وما تحتاجوش وقت طويل انكم تحطوه بالبيوتي بلندر او بفرشات مثلا، بالخف يندمج، يعني يندمج بشكل رهيب في البشره تاعكم. اما بالنسبه للبنات اللي يفضلوا يحطوا فقط برونزر كما انا، ما نحطش بزاف كونتورينغ، نفضل نحط برونزر، فانا دائما ناخذ معايا البلاك بوك اوف برونزرز من تو فيست اذا سافرت، او يعني هذا ما نستغناش عليه، شريته من مده طويله. اكيد عندي برونزرز واحد اخرين نغير كل مره وكيفاش، ولكن هذا كامل متكامل، يعني فيه راكم تشوفوا شحال وكل مره وكيفاش على حسب الفاونديشن اللي حطيته، اذا كان ابيض او اذا كان فاتح بزاف او اذا كان داكن، فعلى حسب نختار البرونزر اللي راني باغي نديره. نحط البرونزرز بفراشي كيما هذه، ننصحكم بالفراشي من زويفا يعني ممتازه، او بالفراشي من ماك، ممكن ايضا توجدوا فراشي في ماركات اخرى، حتى في ماركات صينيه تكون مليحه، لكن فقط تاكدوا انها تكون ناعمه ومناسبه للشيء اللي راكم باغي ديروا. اذا بغيتوني نحكي لكم بالتفصيل على الفراشي اللي نستعملها واش هي اللي نفضلها الى اخره، حطوا لي تعليق. بعد ما نحطوا البرونزرز والكونتورينغ الى اخره، انا الهايلايتر مانيش من الناس اللي يبغوا بزاف الهايلايتر، نفضل دائما لو تان تاعي يكون مات، ما نبغيش يعني نفضل انه البشره تاعي تكون مات، ما تكونش جلوي. ولكن بعض الاحيان في السهرات او في المناسبات نحط بعض اللمعه. اللمعه ممكن توجدوا في ماركات مختلفه، يعني ممكن توجدوا في ماركات مختلفه هكا يتباع وحده مثلا، او ممكن ايضا توجدوا في واحد من اللي نفضلهم هما الهدى بيوتي كما راكم تشوفوا هنايا، يعني توجدوا اربعه مع بعض على حسب المكياج تاعكم تختاروا واش يناسبكم، ولكن انا ماشي من الناس اللي يحط لمعه يوميا. بعد ما تخلصوا مع البشره تاعكم كونتورينغ هايلايت مش عارف واش، اخر حاجه لازم تحطوها في البشره تاعكم هي اكيد البلوش اللي يعطيكم لون للبشره تاعكم. ننصحكم مثلا اذا كنتم مبتدئه باش ما تشروش بزاف، تشرو باليت وحده كيما هذه فيها مجموعه الوان اللي ممكن تكفيكم لعده مناسبات، لعده لوكات مختلفه الى اخره، وتغيروا او تخلطوا بيناتهم، فهذا كافي جدا، احسن من انكم تشرو يعني عدد هائل من البلوش للخدود. هذا من تو فيست اسمه لوف فلوش، مش منش عارف واش مازاله موجود على المواقع تاع تو فيست او على تاع سيفورا، ولكن اذا كانت عندكم فرصه انكم تشرو مثلا من تخت كوزميتكس ايضا ننصحكم به لانه ممتاز، وكاين بزاف الماركات، راح نحاول نحط لكم المفضل عندي في صندوق الوصف. بعد ما نخلصوا مع الوجه، مع البشره والوجه الى اخره، نفوتوا الان الى مكياج الاعين. اول شيء راح نحطه
راح نرسموا الحواجب، كل واحدة وكيفاش. كاين اللي ما شاء الله حواجب تاعها مرسومين بشكل طبيعي، ما ننصحهاش انها تنمصهم او تحط لهم بودرة او الى اخره، فقط تحافظ عليهم طبيعيين، تمشطهم فقط، تنظفهم من هذوك البودرة تاع الفاونديشن اللي تكون ممكن سقطت عليهم، فقط تنظفهم. اما اذا كنتم من الناس اللي ترسموا الحواجب تاعكم، على العلم انه انا وقفت النمص تاع الحواجب تاعي وراني منذ مده نرسمها فقط بهذا البودره من اناستازيا بيفرلي هيلز، وهذا الفرشات الرقيقه هذه اللي راكم تشوفوا فيها هذه الصغيره من ماك رقم 263، يعني هذه روعه والشعيرات تاعها يعني ناعمه ومنها قصيره، يعني ما تحسوا ما كي تضغطوا كيما هكا يعني الشكل تاعها يبقى واقف كيما نقولوا. وبعد ذلك نجي نمحي شويه الرسم اللي رسمته بهاد الفرشات فقط. هادو هما الاشياء اللي نديرها للحواجب تاعي. بعض المرات يعني ندير طريقه الصابون، ولكن يعني باش نصغر السمك تاع الحواجب نستعمل طريقه الصابون. اذا بغيتوا نحكي لكم عليها حطوا لي تعليق. يا اما ممكن تستعملوا مواد اخرى، مثلا كاين الماسكارا تاع الحواجب، مثلا كاين اللي تفضل تستعمل قلم للاقلام للحواجب، يعني كل وحده وكيفاش. كاين بودرات من ماركات مختلفه، مثلا هذه ايضا روعه من بينيفيت، مازال ما بديتش نستعملها، يعني مره على مره نفتحها. اما بالنسبه للاعين، فاول شيء لازم تحطوا بيز، يعني اساس للاي شادو. علاش تحطوا اساس؟ كاين بعض البنات اللي عندهم بشره يعني هنايا كيفاش نحكي لكم، هنايا الجفن تاعهم مزيت شويه، فمن يحطوا الباودر يعني يحطوا الظلال ما تبقاش مرتبه وتمتحى مع اليوم. فننصحكم انكم تحطوا برايمر، ممكن تحطوا كاين بنات اللي يحطوا كونسيلر يحطوا ايضا من الفوق، انا يعني هذا واش ندير يوميا. او ممكن تاخذوا مثلا كريمات كيما هادو من ماك، هذه اسمها بينترلي بينت بوت، وكاين كريمات اساس مختلفه على حسب ايضا اللون اللي راكم باغي تحطوه. كاين اللي تحط اسود مثلا كبيس كاساس، باش فوقه تحط اي شادو ويظهر بطريقه سموكي الى اخره. فكل وحده لازم تعرف اللوك تاعها واش راها محتاجه، وتاخذ اساس للجفن على حسب هي واش راها باغيه. بعد ذلك اكيد اكيد لازمكم ظلال اي شادوز للعينين. اي شادوز كاين بزاف الباليت، يعني كاين ماركات الاف الماركات وكل واحد وكيفاش. انا ننصحكم مؤخرا بهذا الباليت اللي سبق وحكيت لكم عليها من ماركت سبونجاك، اذا راني متذكره راها مقطوعه في الموقع تاعهم لانه السعر تاعها ممتاز، وفيها الوان مناسبه للخريف والشتاء، الوان مناسبه للصيف والربيع، فيها الوان فيها لمعه، الوان اخرى ما فيهاش لمعه، يعني هذه لكل المناسبات. انا تظهر لي انه ممكن تحطوا بها لوك سموكي او لوك عادي يومي، هذه روعه اسمها المروكن باليت والسعر تاعها ممتاز والحجم تاعها رائع. ممكن انصحكم باليت واحد اخرين، اذا كاين باليت هدى بيوتي، كاين الاولى والثانيه، انا صراحه نفضل الاولى. وكاين هذوك الصغار اللي فيهم 9 تاع اي شادوز من هدى بيوتي، انا اكيد اكيد راح ناخذ منهم هاد الفتره ان شاء الله، فقط نستناهم يرجعوا في الموقع تاع سيفورا. وكاين دي باليت واحد اخرين للاستعمال اليومي، مثلا كيما كات فوندي، يعني اللون تاعها الالوان تاعها من الالوان الترابيه، وكاين بزاف البنات اللي فضلوا الالوان الترابيه على الالوان الفاقعه في العينين، وتناسب تقريبا الكل، تناسب جميع البنات. وفي السابق انا كنت واحده من الناس اللي نفضل تو فيست شوكليت بار من تو فيست، فعلى حسب نتوما متطلباتكم، على حسب اذا كنتو تتابعوا الموضه اللوكات تاعكم ديروها الى اخره، نتوما تعرفوا واش راكم باغيين كباليت. من الاحسن تاخذوا باليت وحده اللي فيها الوان تندمج بسرعه، تكون ذات جوده عاليه، واللي ممكن ديروا بها
لوكات سهرة ولوكات يومية، فما تاخذوكمش مكان بزاف كي تكونوا مسافرين، تاخذوا باليت واحدة فقط وهذا كافي. بعد الاي شادوز كاين اي لاينرز وكاين اقلام باش الكحل للعينين، كاين تستعمل باش توسع عينيها، تستعمل قلم اللون تاعه فاتح يعني كيما لون البشره، كاين تستعمل الاخضر الازرق على حساب، انا نفضل دائما الاسود باش نكحل العينين تاوعي. اما بالنسبه للاي لاينرز كاين السميك كاين الرقيق، كل وحده وكيفاش تبغي الاي لاينر تاعها كيفاش يكون، على حساب شكل العين ايضا، على حساب الجفن تاعها اذا كان من العينين تاعها اللي الجفن ظاهر او مش ظاهر الى اخره، كل وحده وكيفاش. ولكن كاين ماركه ننصحكم بها بالنسبه للاي لاينرز، هاد ماركه ممتازه يعني اللون تاعهم اسود داكن، هاد ماركه ذا بودي شوب، عندهم انواع مختلفه من الاي لاينرز ولكن كاع الاي لاينرز تاعهم روعة، ننصحكم بهم 100%. ما ينشفوش، دقة عالية يعني محدد، الرسمة تاعكم تخرج محددة ممتازة. اللون أسود داكن يعني كي يقولك أسود أسود، وأيضا ما ينشفش يعني ممكن تستعملوه لأشهر وما زال تلقو ما زال ما نشفش وما زال ممكن تستعملوه، والسعر تاعهم ايضا مناسب ماش غالي بزاف، فننصحكم بالايلاينرز من ذا بادي شوب. بعد الايلاينر اكيد لازم يا اما تحطوا رموش او تحطوا ماسكارا، مانيش من الناس اللي نحط رموش بزاف الا في المناسبات الخاصه جدا، واذا كان عندي وقت ايضا باش نحطهم فتستحقوا رموش مع الصبغ تاعهم، والا فننصحكم يوميا بالماسكارا. الماسكارا حتى اذا ما حطيتوش اي شادوز يعني ما حطيتوش ظلال العين، ما كانش لون فوق العين، فلما تحطوا ماسكارا تحسوا هكا جاتكم واحد اللمعه، واحد اضافت واحد الروح للنظره تاعكم. ف ننصحكم بالماسكارا هذه مؤخرا، راني نستعملها من بينيفيت اسمها they are real، ولا اروع يعني وكانكم حاطين رموش. الماسكارات من بينيفيت ما كاش هذه فقط، سمعت بلي كاينه واحده خرجت جديده مؤخرا اسمها فيه البانك مانيش عقلتها، وكاين هذه ايضا اسمها رولر لاش ايضا من بينيفيت ممتازه. واما كاين ماركات اخرى يعني مش ضروري تاخذوا ماسكارا السعر تاعها غالي، ممكن تاخذوا من لوريال مثلا او من كيكو مثلا، ولكن يعني السعر تاعها ما يكونش غالي، السعر تاعها متوسط ولكن تعطيكم نتيجه مذهله، فقط لازم تعرفوا واش تختاروا، نوع الفرشات اذا راكم باغيين تطلعوا الرموش تاعكم او اذا راكم باغيينها تجي مائله، يعني على حسب الفرشات اللي فيها، كاين فرشه سيليكون فرشه من الشعر، كل وحده وكيفاش. في الاخير بعد ما نحط المكياج تاعي اكيد اكيد لازم لون للشفاه، فانا من الناس اللي يفضلوا المات ليبستيكس او المات ليكويد ليبستيكس على الجلوس، ف اقلام حمراء كيما هذه ممكن تاخذوا، ممكن تاخذوا ماركات اللي تكون غاليه او ممكن تاخذوا ايضا ماركات اللي مش غاليه، يعني مش بالضروري تاخذوا غالي باش النتيجه تكون ممتازه بالنسبه لاحمر الشفاه. مانيش من الناس اللي نحدد بزاف الشفاه تاعي بالقلم، يعني قليل جدا وين ندير هاد وين نحدد الشفاه. اذا كانت عندكم شفاه تاعكم رقيقه فاكيد لازمكم تحدوها من قبل. بالنسبه للاي شادوز ما حكيتلكمش على الفراشي، كما قلت لكم اذا بغيتوني نحكي لكم على الفراشي تاع الاي شادوز ممكن تطلبوها مني في التعليقات نحكي لكم عليها بالتفصيل. اخيرا اذا بغيتوا تثبتوا المكياج تاعكم باش يبقى لكم طول النهار، فننصحكم بمثلا هذا المثبت من المكياج من ميك اب فور ايفر اسمه ميستنت فيكس O2 O2. والا كاين ايضا واحد خرج جديد من ماك وهو تاني ايضا رائع وننصحكم به 100%. البنات هادو هما اساسيات المكياج اللي كنتو طلبتوهم مني، حطيت لكم القائمه في صندوق الوصف مع كل الاشياء اللي نستعملها الى اخره، الروابط وين ممكن تاخذوهم، حتى انكم ممكن تحملوا القائمه تلقوها في صندوق الوصف، فمن فضلكم شوفوا صندوق الوصف تحت الفيديو فيه كل المعلومات اللازمه. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم تكون عجبتكم وفادتكم، نسلم عليكم بزاف ونشوفكم في فيديو مقبل، الى اللقاء.